ايه؟ لازم اجاوب على الاسئله عشان اعرف اسم توأم روحي؟ اكيد. طلع كام عدد حروف اسم توأم روحك؟ اعتقد 4 حروف. يا بختك، انا اسم توأم روحي من 10 حروف. كم؟ 10؟ انا عمري ما سمعت عن اسم من 10 حروف اصلا. يا بختك. الحمد لله. يلا باي. الموز من الخضروات ولا الفواكه؟ من الفواكه طبعا. اول حرف الفاء. ايه اسم الجنيه في فيلم بيتر بان؟ تنة ورنة. تالت حرف الياء. مي، في ايه؟ عرفتي كم حرف من اسم توأم روحك؟ عرفت حرفين. انا عرفت 3 حروف بس. الاسئله اللي بقت بتيجي بقت صعبه قوي. لا انا اسئلتي كانت سهله جدا. ايوه، الاسئله بتتصعب بعد الحرف التاني. السؤال التالت. ايه اسم اخوكي؟ بس انا ما عنديش اخوات. ماما ماما. نعم، في ايه؟ هو انا عندي اخ؟ ايوه، بس انت عرفتي منين؟ ده احنا كنا مخبيين عليكي بصراحه. عندك اخ توأم ومات وهو صغير، بس انت كنت صغيره قوي عشان كده مش هتفتكري. وزي ما تقوليش حاجه زي كده. لان بصراحه ما كناش عايزين نقولك عشان ما تزعليش. طب وكان اسمه ايه؟ اخوكي كان اسمه امير. امير. طيب يا ماما ماشي. سلام. ما انت جيتي. ازيك؟ ازيك يا آية؟ عرفتي بقى كام سؤال من الأسئلة اللي جاتلك؟ أنا جاوبت على 3 أسئلة، فاضلي واحد. أنا خلصت أسئلتي كلها وعرفت مين توأم روحي. بجد كويس قوي. أيوة، إن شاء الله تعرفي أنت كمان توأم روحك. ثانية عشان آخر سؤال هيظهر. إن شاء الله هيكون سهل. فين أخوكي؟ مات. إيه؟ فين أخوكي؟ مات. ايه ازاي؟ ماما لسه قايله انه مات. عادي عادي، احيانا كده بيبقى في عطل في السيستم. ايوه معاكي حق. المس كانت بتقول ان هي عايزانا ولازم نروح لها. طب يلا بسرعه. ايه، هي اشطر واحده فيكم، عرفت تجاوب على كل الاسئله اللي جات لها وعرفت مين توأم روحها. مس، هو ايه اللي هيحصل لو حد ما جاوبش على كل الاسئله؟ مش هتقدري توصلي لتوأم روحك ابدا حتى لو حذرتي اسمه. فهمت. وانت يا امير، ايه اخبار اسئلتك؟ بصراحه جايلي سؤال مش عارف اجاوب عليه، بيقولي ايه اسم اختك التوأم وانا اصلا ما عنديش اخوات. جايلي سؤال ايه اسم اختك التوأم وانا اصلا ما عنديش اخوات، مش عارف اجاوب اقول ايه. شكلي مش هلاقي توأم روحي ابدا بسبب السؤال ده. بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا امير، فعلا السؤال غريب جدا. انت ممكن تروح تسال مامتك، ممكن تكون مامتك عارفه حاجه انت مش عارفها. مش معقول، يعني ممكن امير ده يبقى اخويا؟ يعني هو ما ماتش؟ انا لازم اتاكد. امير استنى. ايه بتنادي انا؟ نعم يا مي، عايزه ايه؟ جايلك سؤال، ايه اسم اختك التوأم صح؟ ايوه، ومش عارف اجابته. ممكن تقول مي. ايه مي؟ ازاي يعني؟ تقصدي انتي؟ جرب بس. طيب هجرب، مش هخسر حاجه. إيه مي؟ ايه ده، طلع صح؟ انا مش مصدق، بس انا مش فاهم ازاي. امير انت اخويا، صدقني انا هثبت لك. انا جايلي دلوقتي سؤال، اخوك فين؟ ايوه فعلا اخويا معايا دلوقتي. صح، يعني انت اخويا. ايوه صح.